السلام خوش، كي دايرين؟ صافا بخير، واخا ما غبرش عليكم واحد شويه. المهم الخوش، يوم جيت نهضر على واحد الروينه نايضه في المنتخب على مدرسه الزق حمد الله، واللي بغى يمشي يمشي، حنا ما عندنا ما نديرو بشي واحد بقى يتغبن علينا. احنا اصلا عندنا واحد اللاعب مرونه صايب في البطوله الوطنيه. المهم قبل نهضروا على هذا اللاعب هذا، لا وصلك الفيديو اتهبط لتحت دير ابوني ودير الجرس وجي وصلك ديما الجديد ان شاء الله، وتشجعني حتى انايا باش نزيد كبر لاشين. ومرحبا بالخوت، نبداو على بركة الله. شوفوا صاحبي البيوشة ديال محسن ياجور، واش دا جبو طيب حسن من هذا؟ لا يعقل صح. شو ما صاحبي بقى يجيب لنا واحد ماركي ثلاثة بيوشة في الدوري المصري. صراحة يعني العديد من التساؤلات تطرح. أولا هداف الموسم الماضي مع فريق الرجاء للدوري المحلي، ثم نتكلم عن ثاني هداف هذا الموسم خلال تسجيله لهذا الهدف 15 هدف، ما بالك أنه هو هداف الفريق. خلاك بالله صاحبي بقى يتماوشوا علينا، داك رونار تا هو بعد ما رجع بقى يخربق. جيب لنا بوطيبة صاحبي، شنو درنا بشي طيبة صاحبي؟ مابقاش في الطورة ماركي اللي شاد البيوش، مخلي واحد ماركي 19 البيش هذا الموسم هذا ولا هداف. زعما هذا رونار هذا بعد مرة شفت كيحمقني انا ياس، وامين وكيشوف فيك ماركي الهداف ديال البطولة وما بغاش يعيط ليه كاع. ودي له بدا يطيس، بدا يدخلو مع المنتخب ولا شي لعبي، انت ما كتشوفش كاع فيها صاحبك، تجيب لنا واحد مسالي راسو ما تيدير لنا شي وزة مطيب ولا مرض كورة كيدير. شوف بيوشة كيدير، شوف بوم هذا البيت ديال الديربي. خلاك بالله دار مع الناس اللي كتفرج بوطيبة وراك ماركة شي ديش بحالك ماركة بالراس. تمتع تمتع في الدار ويناتك، قول يا دور. كل شي باين في الفيديو الدراري، ما كنقولش شي حاجه من عندي انا، تفرج وتمتع. الله يلا حشومه انا دار والله راسي. ويلي على كوفرا كان مازال صاحبي جميع البيوجه كوفرات اي حاجه اي حاجه كيماركي من جميع الزاويه بينات، ودخلنا قبلنا ماركي بينات شي واحد وشي الاخر كاين ديال البيوجه بيني الصق ده الدفر هداف باين. ويلي على كوفرا كبيرة يعني. شوف التمركز كي داير اصاحبي ديال اللعاب، اون فورم 34 سنة، شبلك اللعاب راه باقي كاين، مازال باغي يمارك. كون عطا اصاحبي هاد الفرصة اللي ديال كاس افريقيا، واخا تكون المسيرة ديال الاخرى في الحياة ديالو وقرب يعتزل، حشومة اصاحبي. البيضاوي ثم اذا ما نظرنا فترات انه يعيش في فتره جيده او مرحله فراغ، اعتقد بانه يعيش في فتره جيده. الفورمه هذه في ثلاث مقابلات 5 اهداف ما شاء الله، الحمد لله نتيجه المجهود يعني
والحماقة الدراري ضري محسن يا جور الهداف، راه خصو يكون عندنا في المنتخب اصاحبي ويدي احتياط، يدخلو حنا حتى الدقيقة 76 ويقضي لنا الغرض بإذن الله. معلم لبوي شوار مو مرخوش، درت لكم شي لقطات ديال محسن ياجور هداف ديال البطولة. دراري انا جيت نهضر اليوم، هضرت لكم على محسن ياجور، لو داش على داك اللاعب ديال بوطيف كيجيبو لنا مكيديرنا تا وزة، مخلينا احسن لاعب في البطولة محشومة على درونا، راه بقا يديرنا الخواد الخام. وحمد الله اخي لو بيناتي ما بيناتي ما عجبوش الحال يمشي بحال هذا، ماشي كوير يعني اللي بغى يلعب كوره ما المشاف خصو يصبر. المهم الخوت اللي وصلوا هذا الفيديو هذا يدير بارطاج مع الدراري، وعارف انا الجرات غادي يدرموا على هذا الفيديو هذا، اللي شاف الفيديو يدير ابوني ويدير جرس ويصلوا ديما جديد ان شاء الله، نتلاقاو في فيديو جديد باذن الله ان شاء الله.